ليا النقش على النحاس من الحرف التراثية القديمة اللي بتمتاز بالفن والإبداع السوري، لكن دائما بتشوف يمكن هي الحرفة محتكرينا الرجال بشكل عام. اليوم عم نشوف هيدا الشيء مختلف، كثير من النساء عم تدخل بعض الحرف التراثية القديمة اللي هي فعلا كانت فقط الرجال يقوموا فيها. اليوم معنا حرفية اسمها مروة بيطار، من أهم الأشياء اللي بتعملها هو النقش على نحاس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي، وسعيدين فيك اليوم. حبيبة قلبي وأنا أسعد. صباح الخير. يعني حكت نقطة نور كتير صح، انه دائما النقش على النحاس والقصص اليدوية هي حكر على الرجال. اليوم خلينا نحكي عن مروة، كيف بلشتي؟ عندك حدا بالعيلة بينقش على النحاس لحتى حبيتي هاي المهنة؟ ايه تمام. هلا انا حكيت سابقا انه انا زوجي هو اللي علمني هاي الحرفة. نحن عائلة نشتغل فيها للحرفة. أنا صار لي تقريبا 10 سنين بشتغل بهاي الحرفة، وابني كمان بشتغل هلا. فينا نقول وراثة. ايه هي حرفة موارثة بدك تقولي؟ هاي الحفاظ على الحرف التراثية. هاي نور كثير حلوين. بعتقد يمكن هيك حرفة بدها عزم قوي. إيه لحيت نشوف الحرف. إيه هي مختصة بالرجال أكثر. ما لقيت صعوبة بالبداية إذا فينا نقول؟ مبلا في كان صعوبة بالبداية، بس وقت لاقي نتيجة ولاقي الشيء، هذا الشيء الحلو اللي عم بيطلع، يصير عندي حافز انه انا اعمل اكثر واكثر واكثر. نعم. خلينا نحكي عن المنتجات اللي بتقدميها. يعني هي السوارة، نحن مو صح اساور هدول؟ ايه تمام. هي اساور. كمان في موديلات ثانية، هي بيروت. بيروت. اوكي تمام. وعندنا هون كمان النقش. اليوم خلينا نحكي شو اكثر الاشياء يلي بتركزي عليها؟ بركز على التصميم اول شيء، لانه هو برايي انه اهم شيء يكون تصميم حلو ليقدر يتنفذ يطلع قطعه حلوه بالنهايه. فهو التصميم لازم يكون شيء حلو مناسب يعني انت لشو عم تعملي القطعه. ويمكن النقش على النحاس بده دقة كتير عالية، يعني دائما. ايه تمام. نشوف البيوت القديمة بده ذوق سليم يعني هو. وبده دائما البيوت القديمة، بيوت العيلة فيها قطع نحاس مشغولة بطريقة حرفية كتير عالية. هي الحرفية عم تقولي صار لك تقريبا 10 سنين. كثير من الناس يمكن لما تشوف سيدة أول شيء ما كثير بتتقبل الموضوع. مزبوط. قديش قدرتي لحتى تكسبي ثقة الناس؟ لأنه عم نشوف فعلا تحف فنية كثير جميلة. هلا صراحة أنا الناس ساعدوني، ما حسيت إنه يعني في بعض منهم بيستغرب أوقات، بس الأكثرية اللي هن عن جد هن اللي ساعدوني، هن دعموني. يعني أوقات نظرتهم ابتسامتهم حس إنه هيك تشجعني إني أنا أعمل شيء أكثر وأحلى يعني، وما وقف عند أي شيء. خلينا نشوف كمان المنتجات يلي عند حضرتك. تمام. فناجين القهوة، هي قوالب لفناجين القهوة ولا؟ إيه هو هدول صحون بيجوا حفر وبيجي فنجان القهوة ومعه قطع نحاس. حلو. لك شو حلو موديل انه واحد ايه واحد لا. موديلات نفس الشيء. الكاسات، كاسات المي. يمكن اكثر شيء كاسات المي ببوردو هلا بالشو بالكاسات النحاس. مزبوط. وهلا لسه في يعني في شيء معاصر يعني عم نعمله مودرن اكثر. ايوه مودرن اكثر. صبات القهوه نفس الشيء، بتكون من نقشه مختلفه يعني. ايه كل والنحاس له كثير اقسام. صحيح. يعني في له الحفر وفي له النقش وفي التخريق، في كذا قسم. كل قطعه على حسب هي شو بدها بقى بنعملها. والشيء المعاصر اللي حابه انا احكي عنه مشان ما يضل يعني شيء ناسب هلا وقتنا اللي نحن عم نمرق فيه. في شغلات اعطيت صوره، يمكن ما بعرف اذا هلا بتنعرض او لا. شيء كثير حلو ومعاصر. حلو كثير. تمام. خلينا نحكي كيف بتتم طريقه التسويق مروة. يمكن كثير من الاشخاص ما بيحبوا يدخلوا بمجال المحلات او شيء، بيفضلوا السوشيال ميديا. تمام. يلي هي عالم اخر ومختلف للتسويق. تمام. لانه لكل العالم. خلينا نحكي عن طرق التسويق. هلا انا هي الشغله بس انه انا مالي شطوره فيها، يعني انا مالي شطوره بالتسويق. حاولت بدايه انه انا اتواصل هيك مع الناس على الفيسبوك، وفي كثير ناس عرفتني وفي ناس شجعتني وحبت الشيء اللي عم بعمله. بس انا لازم اعمل شيء تسويق اكبر من هيك، يعني انا حابه انه القطع توصل للناس حتى يعرفوها. بقى انا
بما انه هي الحرفه بتاخذ وقت كثير وجهد وتركيز، بقى بيبقى التسويق تبعها بالنسبه لي كمان امر صعب، يعني صعب علي. مثل ما قلتي هي بدها اساسا مجهود ووقت كثير كبير، بس لما تشوف سيده مثل حضرتك وكمان ابنك كمان عم يقوم بهي الحرفه، قديش جميل نحافظ على هي الحرف التراثيه. مزبوط. هذا تراث سوري قديم. قديش اليوم لما نشوف صبيه جميله مثل حضرتك عم تقوم فيها، جزء كثير مهم للحفاظ على هذا التراث. مزبوط. يعني انا لو ما هيك انا ما كنتي لقيتيني هون. انا لو ما لقيتهم انه هن اللي بيشتغلوا فيها كثير قلال، يعني هي حرفة كتير قديمة، يعني من الألف الثاني قبل الميلاد اشتهروا فيها بلاد الشام وبالأخص دمشق. بعدين صار في أسواق، كان صار في عنا سوق للنحاسين بدمشق، بحلب، بحما، بحمص، بدير الزور. صار في كتير ناس صار عندك منافسين؟ صار بالعكس، أنا بنبسط. أنا بقول لهم بتمنى يكون عندي مكان هلا أقدر أعلم فيه سيدات. حلو. يعني إنه أقدر أعلم، بس هلا هي الايد العامله كثير قلال، ما عاد صفي 100%. يمكن الطلب كمان، غلاء القطعه بيلعب بدور. يعني شفنا كمان تفاوت بالاسعار لما نحكي عن حاسه، اكيد عم نحكي عن مبلغ مادي كبير. فهون كيف بيتم يعني من خلال انه انا حافظ على هي الحرفه وبنفس الوقت اقدر صوغ وبيع، لانه هي بالاخير كمان مردود مادي بينعكس على حياتك المعيشيه. هو وهون كمان عم نلاقي صعوبة، انه هو النحاس اصلا غالي واليد العاملة غالية، بقى في مشكلة. بس في ناس بيقدروا هي القطعة، يعني في ناس بيعرفوا انه هي القطعة وقت بتقلي لهم انه هذا عمل يدوي، بيعرفوا شو انا عم اقول، بيعرفوا هن انه ليش هي هيك غاليه. صحيح. بقى هن بيساعدوني كمان بهالقصه. تمام. مروان احنا اكيد كثير فخورين بهالشغل الحلو يلي عم تقدميه، وكل الناس اكيد فيهم يضيفوا مروى بيطار على صفحتها ان شاء الله على الفيسبوك. عم تعرضي منتجاتك. لانه نتمنى لك التوفيق ونلك رمضان كريم ينعاد عليك وعائلتك بالخير. ينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة. نتمنى لك التوفيق ويعطيك ألف عافية. نوجه تحية لابنك وزوجك اللي كمان عم يقوموا بالعمل بنفس الحرفة. قديش جميل اليوم نشوفك أيادي نسائية وعم تشتغل بحرفة النحاس وعم تحافظ على هي الحرفة التراثية. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.